السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا جماعه. شير مصطفى، ادونا قلوب، ادونا شير، ادونا مصطفى، لان مصطفى على بلاقات القطيع كميات كبيره الخرفان، عشان كده بنقول لكم الشير 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 جماعه. ادونا شير، ادونا مشاركات. اول قبل ما نمشي نوريكم الميدان ونوريكم الحاصل في الميدان، طبعا الناس، في ناس كثيرين بابانوسة يا جماعة، بابانوسة بألف خير، ما في حاجة. بابانوسة جيشنا صاحي، استلم تاتشيرات، استلم سنايات، استلم كل، ما في حاجة. والله العظيم اسمع مني، الجنجويد دي لا شيء، هوا هوا، والله العظيم ما في 80 تاتشير كلها. الهجوم على بابانوسة قبل 4 يوم 80 تاتشير كلها، 80 تاتشر توزعت لثلاثة موجات، 4 موجات، بعشرين تاتشر، 20 تاتشر، 20 تاتشر. ماتوا فيهن المات، واتجغم فيهن اللي اتجغم، واتأثر اللي اتأثر، واستلموا تاتشرات حية. فيهن ناس دخلوا جوا، عندهم حواضن دخلوا جوا، لكن قسما بالله العظيم ما منا خطوب، ما في حاجة. بابانوسة أمان وأمن وأمان، والحامية فوق سيطرة الجيش، ما في ولا كلمة، يعني ما تسمع كلام. بيناك الفاشر، والله لاقينا الجنجويد، نزلت لك الفيديو. استلام استلام ثنائيات ورباعيات، استلام عديل حي جاهز، معمر جاهز، وصلون لين ارتتي، داقينا وندق العيش جيش بس. الموضوع انتهى، ما في، انا اقول لك لو في حاجه ما في شيء، موضوع خالص. الان يا جماعه في حاجه الناس تخطها في راسها، الشغل اللي بيعمل فيه الحوثي ده نفعنا نحن برضو، ادانا نفع. الشغل اللي بيعمل فيه الحوثي ده نفعنا نحن ذاتنا. المقفل باب المندب بهناك ومقفل الليمور، وقال لهم ما في تمر بهنا، واقسم بالله العظيم جاب لنا خير وجاب لنا فائده. الناس ديل قطوا عديل، قطوا، ما عندهم تاتشيرات، ما عندهم حاجه. الناس ديل ما عندهم الشغل اللي كان بيدخل لهم كله واقف. المدرعات اللي كانت بتجيهم واقفه. الشغل اللي كان بيدخل لهم بيجي بهناك واقف. اكثر الطرق لهم بيطلعوا من بلدهم بالبر، شحنات محمله. عندنا المعلومة كاملة، بتطلع بتمشي تقطع السعودية للميناء، من هناك بتشحن بالميناء، تجي من هناك بتخش بورا ليبيا، ليبيا بتنزل. الآن ليبيا ما في، الآن في زول قاعد بهناك حارسهم بالباليستي. الشغل ده الآن بالنسبة لهم الشغلة ضايقة، مش ضايقة لأنه ما عندهم قروش، لا، لأنه ما في مجال عشان يلفوا راس الرجاء الصالح ده اللي لون شهر عشان يمشوا بجنوب افريقيا. الشغله واضحه، الشغله ما عنده منفذ الا حقنا ده، شايفينه سواكن، ده الطريق بالنسبه لهم الاستراتيجي. لما انا اديك معلومه اقول لك معلومه، انا ما بجيب، انا ما بألفها ولا بسرق، انا بقول لك معلومه تمشي السما تنزل الواطا، انا معلومتي حقيقيه 100%. نزلت لك البوليسه، نزلت لك عددها، نزلت لك التواريخ، واحد يقول لك لا سنه، نزلت لك يوم دخلت بالبوليسه يوم كم ويوم كم والباخره جايباها، نزلت لك ما باقي الا اقول لك الدايل ولدت السواق بتاع الباخره او القبطان بتاع السفينه. شغل ده ما بنجيبه لك سايني، بنجيب شغل منجط. احنا ده امن بتاع دولة سودانية، امننا الوطني وامننا القومي، لازم نحافظ على بلدنا، لازم نكون مفتحين. انا بكون عارف عندي حقائق قدام عيني، الحقائق دي بتصل الناس، بتصل الشعب السوداني، بتصل الرأي العام. تاني ما عندي مبررات تطلع فوق يبرر ويقولوا ده جبناهم كده ولا سويناهم ليه كده ولا عم، انا ما عندي، انا علي اوصل المعلومه، انا ما علي حاكم ولا انا القاضي،
ولا علي يمشي وقف، انا علي وصل المعلومه للراي العام، الراي العام هو اللي بيقول رايه. المعلومه تحت التاثيرات حقيقه بنسبه 3 مليون%. موضوع انتهى هنا، هنا انتهى. حيثياتها قسما بالله جاتني كامله، عندي الان كامله، كامله عندي. انا املك معلومه، ويا ريت لو كانت داخله لتشاد، يا ريت، ويا ريت لو داخله للجنجويد. انا عندي معلوماتك اكعب من دي، ما بتتقال السحر. يا جماعه الشغل، البلد بتاعتنا محتاجه، محتاجه، الناس دايره وعي اكثر من ما تمشي لي ورق قطع. في ناس والله ظهروا في الميديا دي مع الحرب، يا دوب احنا شفناهم في الميديا قسما بالله العظيم. انا ما بوليس اداب عشان اجيب لي واحد يقضي لنا في بيت، ولا واحد يجيب لنا في، انا ما شغل بوليس اداب. انا عندي وطن، انا عندي وطن بيروح، عندي وطن بيضيع، وطن. يا اما الناس تشتغل بعقل وبفهم، ما تكون قطيع، يا تبطل. دي ما شغله بتاعت وطن، دي شغله بتاعت عجول. تعرفوا العجول دي شغله عجول. الوطن والله العظيم، انا بس في حاجات ما بتنقال، لان احنا وعدنا، وانا ما نقول، لكن العربات صحيحه 100% موجودات الان. الدار يمشي يشوف، يمشي يصور ويشوف قعدات، الشال منه يوم 16، الشال منه نمس، لكن قعدات. الدار يمشي يصور، هذاك يشيل كاميرته يمشي يصور. سواكن ما بعيده، هذيك سواكن جمعينا، كم يصور وتلقى نفس الكلام اللي قلت لك ده. لكن ما حتفهم حاجه، انا فاهم كل حاجه. وديك كمان الزيت، في الان 5 مدرعات، 5 مدرعات جداد الان هناك في الشحن جايات. المفروض الشحنن باريتريا، رفضت لانه الطريق هناك انقفل، مشوا عرضوا على اريتريا اضعاف اضعاف، رفضت تشحنهم. الان بيحاولوا في باخره وتواصلوا معاها لانه يشحنوهم. اقول لك انا اكثر من كده، شنو عندي الصور، البخرة ديل بعد ما خلاص ركبن في الباخرة، وعندي اسم الباخرة ركبن فيها. 5 مدرعات مصفحة. انا لما نديك معلومة، انا ما بديك معلومة ساي ونسى، انا بقول لك حقايق. انا علي وصل المعلومة، انا ما القاضي ولا المزول من البلد، انا اوصل المعلومة والناس تعرف بلدها. 5 مفروض يمشن بمصوع، ما اتفقوا. بعد ما كانوا في البوابة كده واقفات نزلا، ما في طريق، طريق مقفل، الطريق مقفل، طريق يا هندا ما في غيره. المفروض الان سواكن اعلان حال الطوارئ جوا سواكن، مفروض جهاز الامن يستلم هناك، مفروض الإدارة تحت المينا كلها برا. ده أنا اللي بعرفه، ده أنا اللي بعرفه، مفروض الإدارة تحت المينا كلها برا. ده الكلام اللي بنفهمه وبنعرفه. لكن الآن أنا بقول لك 5، عندي الصور ممكن أنزلهم ليك، وهن واقفات في المينا هناك، والباخر اللي كانت جايباهن ورفضت، جاء التعليمات من فوق، الله يدونا العافية الأريتريين، ما قصروا، الله يدونا العافية الأريتريين، قسما بالله العظيم الله يدي الأريتريين العافية، رفضوا. يخلون لون هنا جوا بين سواكن، أريتريا ترفض وإحنا ناس ندخله. لاقاك كلام زي ده، لاقاك في دي الحقيقة. 5 مصفحات موجودات الان، حيتحملوا 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 حيتحملوا، واحنا قاعدين وانتوا قاعدين بيصلن بيصورن عشان بنوريك طوالي، بما يركب من هناك بيصورون لينا. والله زول مدينه بس راتب قاعد قصادهم في شجر حارسهم، بس يطلع عن كده ويصور اسم الباخره، نصورهم نديك ليهم. قلنا له بس تقعد تحرسهم كده، تقعد تاكل قبلك، تشرب قبلك، وتمشي. انا بقول لك الحقائق دي، ما كلام تخمين. ونزلنا البوليس ونزلنا الايام، والدار يقول لك ده قديم، نزلنا للتاريخ 17
واحد 2024 والدار يقول لك فون ثلاث شرات موديل 2024، يعني شهر واحد ده جديدة، يعني ما في شغل قديم هنا، ده شغل جديد. جيب لك سبب تاني ممكن نقتنع بين احنا، اللي فلكم قصة تاني ممكن نقتنع بيها، اللي فلنا مسرحية احنا بنقتنع بيها. لكن الشغل ده واضح، لكن انا ما في يدي قلم ولا في يدي قرار. انا مواطن سوداني بدافع عن بلدي بصوتي، صوتي ده بيصل والله. لو ما وصل ما كانوا اتصلوا علي ناس، ما كان كل زول دار يقنع بجنبه ودار يكذب بجنبه، وكل زول دار يقول بجنبه بيصل. لكن يوم من الايام باذن الله تعالى انا اقول لك الحاصل كله عشان تعرف. عندنا الحاصل كله والله من طقطق للسلام عليكم، وقسما برب الذي خلقني والليل الجمعه وربنا يعلم، قسما بالله العلي العظيم، وقسما بالله قسم وحاسب عليهم الغيامه من طقطق للسلام عليكم. احنا ما شغالين نفضح في الناس ولا مباري لنا بيوت، دي بلد بتضيع، ده جيش. احنا دارين ندعم جيشنا ولا ندعم شنو؟ نشفى في الناس؟ لا لا، انا ما بهمني انت بتاع دعاره ولا امك دعاره ولا اللي جوك في، انا بهمني انت الوطن ده فوق شنو الان؟ بيضيع. ربنا سبحانه وتعالى ما قال لنا اعملوا كده، ولا قال لنا اتبعوا عورات الناس، ولا قال لنا، بالعكس من ستر مسلم. لكن احنا في ناس دايرين يقللوا من الشغل ويقول لك لفحي. احنا ما بنعرف اللف، احنا لما شغالين ميديا انتوا كنتوا قوادين بتاع النسوان، احنا لما شغالين ميديا انتوا كنتوا قوادين عديل. احنا ما قاعد نلفح الميديا دي، احنا بنتكلم في جنجويد لما انت كنت ما راجل بتتكلم في عسكري. احنا لما بنتكلم في الجنجويد احنا لما بنتكلم في البرهان ابوك ما راجل كان، خليك انت ابوك الولدك ما كان راجل. احنا لما بنقول الحق انت ما معروف وين، يا دوب ظهرتوا، يا دوب عرفتوا حميدتي غدار، يا دوب لما جاي ياكل سيدكم، لما جاي يقرمش سيدكم، يا دوب عرفتوا غدار. احنا قلة الادب والله العظيم مخلينا للزمن ما قاعد نستخدمها، لكن ان جات مراحل قلة الادب بنطلع عليكم. والله انا هرسكم هرس عمركم ما هرسوكم ليه، برا شفع برا جواده برا اولاد حرام معاكم، قسما بالله العظيم نهرسكم هرس عمركم ما تهرستوا. وزال كبيركم الذي علمكم السحر بيعرف بس يوني كامل شنو. اوعى قلة الادب دي ما بتنفع، امشوا فتشوا بيوت الدعار وطلعوا صور دي قبضوها ودي جابوها ودي، ده شغلكم. لكن وطن لا، انتوا ما عندكم فيها ولا سهم واحد، سهم واحد ما عندكم فيها. سهم الرجالة في جينات ابوكم شالوا، من جينات ابوكم ما في. سهم الرجالة من جينات اجدادكم ما في. ده قرصة كده بس، لكن المرة الجاية والله اركبكم، والله ما اركبكم معكم بس يوني كامل. كلام ده واضح، قلة الادب ما بتنفع. احنا ما شغالين بيوت دعارة هنا، ده وطن بيضيع. يا تتكلم خير يا قفل ميتين امك، كلام ده واضح. وتصفي ابو اي زول، خليكم انتوا ابهاتكم ذاته تصفيهم. والفاكر بيجي يتملحس على الشعب السوداني ويجي يطبق، والله العظيم كذاب. المره دي ما زي كل مره، المره دي شعب السوداني مفتح واحنا مفتحين، ولا في زول بغش الشعب السوداني. الان احنا بنقتل بالخونه حقيننا، بالرمم حقيننا، بالطبالين حقيننا، بالصفاقين
بالجوادين بالحرامية بالبيجمعوا قروش وياكلوا، بالناس العطالة الما شغالة، الناس البتاجر بالدم وتسرق وتنهب وتجمع في القروش وتوصل للجونات. كل ذول عامل له 5 جونات يجمع بهم قروش ويجي يقول لك احنا داعمين الجيش طوز. ما في كلام زي ده تاني. المهم تعرف يا مواطن، احنا بنديك المعلومة، انا ما القاضي ولا انا الرئيس ولا انا صاحب القرار، المعلومة جبتها 1,500,000% والمعلومة تفاصيلها اكعب من ده. اسي بسكت ما بقولها عديل، ما بقولها لان اكعب من الكلام اللي قلت لك ده. مش مواثق، احلف عليه قسم، افتح الكاميرا وافتح لك قسم احلف لك. الحاجة اللي هتعرفها اسوأ من اللي عرفته. انا ما بقول لك حاجة ساي ولا بديك كلام فاضي ساي، لا دي الحقيقة. انا ما بعد بوصل لك الرأي تاني، انت بطريقتك، انت بطريقتك طالما انت عارف ويهندي المشكلة وفي مشكلة في مشاكل في شغل فوق سبح للي ساي، في شغل ما معروف ماشي وين حاجات كثيرة غلط. احنا انتصرنا والله 100,000 مرة قسما بالله. الجنجويد ديل ولا شيء، الجنجويد ديل بكامل عتادهم كامل قوتهم كامل تاتشراتهم كامل جاهزيتهم بجنودهم اللي كانوا محترفين اللي كانوا جايبينهم من اليمن، الجنود اللي كانوا بقاتلوا من كم ودربون سنة كم هزمناهم. ايوه هزمنا كيكر وجلحة وقجة، معقولة يجوا يدمروا في بلدنا وهذيلك لافين رجاله يقول لك ديل هازمين؟ ده ده كله كده، ده كده كلام تمثيل ساي، ده ده كلام ما عنده قيمه. كانوا مقاتلينهم الشرسين، مقاتلينهم اللي تدربوا تدربوهم مقاتلين فاغنر تدربوهم بالسنوات. احنا قدرنا عليهم وجيشنا قدر عليهم وبلاهم في الشوارع وبلاهم في كل مكان وبلاهم في اي منطقه. يجوا يقنعوك الان انه ديل انه الان ما قادرين، والله مش قادرين عليهم، والله يوم واحد لو ما الجنجويد ديل كملوا الله ينحني. ما في جنجويد بواجه هذيل في بابانوس الدف ودف العيش، هذيل في الفاشر داقينهم لانه الفاشر ما في زول بيطلع منها وما في زول بيسمع كلام انسحاب، هذيل قاعدين والله داقينهم دق ولا جنجويدي ما في بيقلعوا منهم اي حاجه. عشان كده الناس تكون واعيه. الانتصار جاء قاعد، لكن الانتصار ده بيسرق منك، الانتصار ده بيشال منك بواسطة المطبلاتية الجوادين ديل، الناس اللي ما عندها شرف دارين يعملوا نفسهم الجيش ده. ما بتعرف جيش، الجيش ما انك تطبل للآن الجيش، لو انت فعلا بتدعم الجيش كنت تتكلم تتكلم عن الجيش انه الوقت ذاك الجيش كان مهان وكان مذلول وكان حميت بدق الضباط وكانوا بيسجنوهم وكانوا العساكر الجنجويد بيذلوا الضباط وكفتوهم، كنتوا تتكلموا الوقت ذاك. لكن انتوا الرجال اللي بتتكلموا ما بتتكلموا، يا دوب جايين تظهروا انه ما مع جيش، انتوا مع اطماعكم ومع قروشكم تلقطوا في القروش. قسما بالله ما 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 في كذب، ما في ولف ودوران، ما في البلد دي تاني ما بتمشي فيها زول غلط لعب ولف دوران، ما في خلاص انتهت القصة، ما في تاني. جيش منتصر منتصر 100 مرة انتصر، والآن الآن احنا ماشيين ننتصر، ماشيين والله العظيم ماشيين ننتصر وماشيين. كل يوم الانتصار بيبين اكتر وكل يوم بيظهر اكتر. الناس ديل الان والله ما عندهم حاجه، الناس ديل ما عندهم الان الوقود بيجيبوا لهم عن طريق بنزقه، تعرف الكلام ده عن طريق المراكب بيجيبوه من الصعيد، في قوادين هناك عندهم مراكب بيجيبوه بالحمير يوصلوا بنزقه، عندهم مراكب بيرفعوها في وبيقطعوا بهناك ومن بهناك بيسلموا لهم ورس هناك. قسما بالله العظيم احنا ما في معلومه ما عارفينها، عارفينها وبنوصلها وقسما بالله بيصورها المعلومه بتاعت البنزين دي، والله المركب في المويه وصلناها والحمار فيه البنزين وصلناه.
نظيف لو شاف لي غلط ما بيسكت، بيجيك بوصل لك المعلومة. نحن ليه بنرد لأي زول؟ لأنه مرات عندنا أي زول ده جايب لك حاجة، ما بقول والله ما برد له، والله أنا لا أرد في الماسنجر وتعب نفسي وأقعد، لا لا برد في الماسنجر. مرات بتلقى معلومات والله العظيم تنغز بلد، مرات تجيك معلومة من في حتة ما عنده إلا الماسنجر ومجاني، يوصل لك معلومة مجانية والله يستفيدوا منها الجيش. الناس ذي كملوا ما عندهم وقود يتحركوا، الناس ذي قطعوا ما عندهم تأشيرات، ما عندهم سلاح، ما عندهم دعم تاني. الآن الوقفة تحت الحوثي وتمترسوا ده، الشغل اللي كان بيجي ليبيا كله من برا بهناك الاتجاه حقه ما بيجي مش بهناك عديد، ما بيمش الشغل بهناك، بقى الشغل واقف. سبحان الله ربنا جاب لنا. الآن احنا دارين شنو؟ دارين الجيش خلاص انتشر، خلاص اهلنا في الجزيرة والله وصلوا فات الحد. الناس دي لا عندهم قوة ولا عندهم رجالة ولا عندهم حاجة، شو اللي بتاع الصعاليق لا في ماخدين راحتهم وماخدين متحركين من حيث ما عندهم قوة. الناس المعاون ذاتهم مستنفرين من مناطق، من وين من وين من وين جايبينهم. القصة انتهت، المعركة خلصت عديل، خلصت والله العظيم خلصت. ما عندهم حاجة عشان انت تخاف وتيجي ويخوفوك ويقول لك البلد جات. البلد ما منها خوف من الجنجويد اكثر من خوفه من العمل الخونة الفوق، لكن من الجنجويد والله الجنجويد انتهوا ماتوا، والله الجنجويد ماتوا مليون مرة، الجنجويد كملوا 3000 مرة. ديل الجنجويد اللوائل، ديل اللوائل اللي كنا بنكا، لا لا وين؟ ارجع للفيديوهات وارجع للناس الاول وارجع شوف الاشكال، شوف الاشكال دي ولا عندهم علاقه بجنجويد. جنجويد اللي قصدي لك انتهوا زمانك، والبقيه هذيك في دارفور رجعوا لاهلهم. الجنجويد وين؟ الجنجويد انتهوا، الحرب دي انتهت. لكن في ناس ما دارين يقول لك الحرب دي انتهت، ما دارين ينطقوا انتصرنا، ما دارين يطلعوا يقولوا انتصرنا، ما دارينا، لان انتصرنا دي مشكله بالنسبه لهم، مشكلة والله العظيم. انتصرنا خدتي لون هنا في حلقون، خدتي لنا لون جوه كده في حلقون. احنا دي بلدنا حقتنا والله ما بنجامل فيها، وعنده حاجة فيها ولا القانون ودار ما بتطبق القانون فيه، طبقوا فيه نفسك القانون، طبقوا فيه انفسكم. انتوا ناس الان غير شرعيين بالنسبه لنا كشعب سوداني، قسما بالله بتصل مرحله قلت لكم بنعزيكم عديل من الشارع، نعزيكم ولا بنفتش ولا بنلف ولا بندور، لانه البلد دي احنا خلاص شعبي ده قاعد حارس بلده، حارس بلده. انتوا شايفين الحراير بيختصبوا فوق، وشايفين الجزيره بيعملوا فيها في شنو، وشايفين انهم بيصلوا ليس النار، وشايفين اي حاجه. لو الجيش نزل بكل قوته والله الجنجويد ده ولا الراجل اللي بيقف للجيش، ولا الراجل اللي بيقف، هذيهم درمان والله شغالين فيهم نظافة وكنس ومشيك وكل حاجة، كل حاجة شغالين فيهم. لكن بتدوهم في زمن انه الناس دي يقعدوا في الجزيرة ويعملوا خنادق ويعملوا تحصيناتهم ويفهموا الجزيرة ويدرسوا الطرق ويعرفوا الكباري ويعرفوا الترع ويعرفوا المداخل والمخارج لصالح منه. الناس زي لو دخلوا بترعة ما كانوا بيطلعوا لا عارفين الطريق، ما كانوا عارفين الطريق بوين. الآن كل يوم بيتعودوا، كل يوم بيزيدوا فهم في الترعة، بيزيدوا فهم في الجزيرة، بيدرسوا في الجزيرة. المساحة دي من منو المدالون؟ الزمن ده كله مدي لهم منه؟ ما نحن عرفنا وانتوا عرفتوا انه في خاين في الجيش كان في مدن اسمه احمد الطيب، الموال ده قفلناه. احمد الطيب ده مشى، انتوا ليه الان قاعدين في سنان؟ السبب اللي بيخلي الجيوش كلها قاعده برا الجزيره ليه؟ ما نحن عرفنا في خاين خلاص وطلع، وعرفنا كله انه دي ما سقطت به، سقطت بفعل فاعل. طيب الان ليه ما رجعتوا؟ ليه في زمن كثير كده كميه بتاع الزمن ساي سايبه بس مدينها للناس دي يظبطوا اوضاعهم؟ في خاين،
في خاين هاي ليه بيمد في الزمن؟ لأنه هناك متواصل، عارف في جدة جاية، لازم يمد في الزمن، لازم ما يهجم لأنه في جدة جاية. معقول يسلم قبل جدة؟ معناته لو مشى عملية الشعب بيزعل، لكن هو داري يكون في جدة لأنه ما داري يقسم، داري يمشي لسه، داري يخلي المشهد كما هو، يحارب هنا يلقط هنا، لكن مناطق تكون تحت سيطرته، عشان يوم اللي يقول هاي يقولون والله راعي. لا لا احنا ما راعينا، والله السودان ده كله لو فقدنا وباقي غرية واحدة ما حنشوف، حنقعد نقاتل لما الشعب كله يموت، وبعد ما يموت الشعب السوداني جيبوا اهلكم وجيبوا ناسكم سكنون فيها، لكن الشعب السوداني ده ما عندنا اي رجعة، ولا عندنا ولا جنجويلي واحد ما دارينه، ولا جنجويلي واحد ما داري انه، يا اما البلد تنضف كامل يا اما البلد تتدمر كامل علينا وعلى اعدائنا، يا تنضف كامل يا تتدمر كامل، لكن نهايه نص نص دي ما في، نص هنا فيه جنجويد ونص هنا فيه جيش، دي ما في، دي ما نهايه ما في، يا تتدمر يا تتنضف. احنا ما ليبيا ولا نحن اليمن، يا تتنضف يا تتدمر، يا تنضف كامل يا تتدمر كامل، وينعل ابوها، يا تتدمر يا تنضف، ما عندنا اي حلل، لكن نص ده ما في، اصله ما في نص، نص رجع في النص كده ما في، لان الجيش منتشر كله في مدرمان كلها جيش، ما دخلون الجنجويد، عندنا ناس معاهم جوا، قالوا والله لا يمدب لملم وخايفين، قالوا الجيش جاي. خايفين لا اسي ما جاهم، بس دي من اللايفات اللي بنقولها دي، والله اسي بيرجفوا، اسي والله بيرجفوا بلملموا، في حاجاتهم ماشيين، ما في حاجه، عشان انا اغشك اخدعك اقول لك والله ما ترجع، اللي بيقول لك ما ترجع ده حاطي، ده دايرك تكون كده عشان تضغط، عشان تكون مشرد، ما داير الحياه ترجع، لانه ما راجع، حيرجعك ليه حاطي تاني، ما حيرجع القحاطي، حيرجع، ما حيقول لك ما ترجع، ليه؟ عشان ما يجي استقرار وامن وامان، لانك انت لما ترجع الانتصار بيجي بتجيبه انت برات، ولا محتاج، لما انت ترجع وجارك يرجع وجار جارك يرجع وجار جار جارك يرجع، الانتصار بيجي براه، والامن والامان بيجي براه، ولا محتاج للي زول يجيبوا لك براه وبيجي، لما الحلة يرجعوا لها ناس ورجالة براه الانتصار بيجي. ديل مجان جويد اللي كانوا ب 110 و200 و300 بيجوا قدام البيت، ديل الان بيجيك بعجل وما عنده سلاح وما فيه ولا طلقه، ممكن تديك افتر من في الواقع. الشغله ما قاسيه، الشغله جات والانتصار جاء، دارين تصوم رمضان ارجع الان، دار تصوم رمضان ارجع الان، هجر كل الناس اولاد حي كلهم يرجعوا، الحي الفلاني يتواصلوا جروب، حي المنطقة الفلانية راجعين، يلا كلنا تركبوا بص وتجوا كلكم سوا، هنا هنا اقول لك مبروك، الامن والامان جاك في حيك، المنطقة الفلانية المسالمة، يلا كلنا ماشيين، يلا يلا رح كده جاك في محلك، دي الحقيقة، الاسهري ماشيين، والله العظيم تجيب الامن والامان براك، الشغلة ما في يا جماعة، ما ده دي بلدك وده بيتك، انت بتزعل رمضان نصوم وين؟ رمضان انت دار تصوم رمضان، تعال ارجع، تعال الليله قبل بكره، الناس ديل انتهوا، الناس ديل كملوا، لو جيت براك والله ما بيقعدوا، الناس ديل والله اجمل ما يكون، ناس جبانه، ناس خوافه، قسما بالله العظيم، والله مجرد ما شافوا الناس اتكاترت تاني ما بيجوك، الناس ديل الان ما عندهم اللمة والزي زمانك اللي كانوا بيمشوا عليها، لا لا ما في، الناس زي الان شوية شوية، تعرف شوية شوية، هتقعد تحرس تقول والله 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 ما بينفعك، الان الناس تخدها، ناس الحجوزي فاغلبكم رجعوا، الباقيين ارجعوا، ناس الجريف كلكم ارجعوا، ارجع بيتك، ارجع مكانك، ارجع سكنك، قدر ما انت ترجع، الناس ديل بيقلوا، كل ما زول يرجع الناس بيقلوا نفر، لانه هم مستفيدين من شنو؟ الناس الاول قال لكم نطلع اطلعوا، دي هنا كانت من ضمن الخطه،
لازم يفضوا بيوتكم. ليه؟ عشان هو يسكن فيها. الناس اللي ما طلعت من بيوتها قاعده للان بيوتها عمرانه ما جاتهم حاجه ولا مخده ما فقدوها. ليه؟ لانهم كانوا واعيين، لانهم كانوا مؤمنين، لانهم كانوا عارفين انه الحاجه اللي بتجيهم بتجيهم، قعدوا لانه كان في قحاطه حمله اعلاميه مدني. دي قبل ما تسقط حصل شنو؟ قبلها بيومين القحاطه دي اللي اتفتحوا الجروبات ويلا كنت تعالوا عندنا. ليه؟ عشان يفضوا ويهيئوا الجو للناس دي اللي يسكنوا، عشان الناس دي اللي يسكنوا في مدني قبل ما تسقط. ودي الحقيقه، ده جزء من المخطط. كونك تفضي بيتك ده جزء من المخطط، كونك تمشي جزء من المخطط، كونك تطلع جزء من المخطط. الان كانوا بينشروا في القطارف الحق الحق، احنا كنا بنثبت فيهم. ليه؟ لانه ده جزء من المخطط، دارين يفضوا البيوت يدخلوا الجنجويد. قدر ما المنطقه تكون فاضيه ما فيها ناس هم بيقدروا يدخلوا الجنجويد وبيعملوا خلايا نائمه. لكن طالما البيوت مليانه انا اقول لك انت في امن وامان. طالما البيوت مليانه ناس وعمرانه بناسها وهلا انت امن وامان. لكن مجرد ما الحي فضى منه خمسه بيوت سته بيوت وجوك سكنوا، انت هنا بديت خلاص الامن والامان حتفقده. الامن والامان حتفقده، ودي الحقيقه. كل هذه خطط كانوا مجهزين علينا، حاجات اشاعات، غرف بتاعت الاشاعات دي جاهزه، بتاعت القحاطه جاهزه. دي اول الخطوات. مجرد ما دي قامت هنا، قامت لك طوالي دقوا طيران، هنا طوالي ظهرت الاشاعات. يلا يا ناس الحقوا الحقوا، قطعوا المويه بتاعت بحري. ليه؟ عشان الناس تسيب بيوتها، عشان الناس تطلع. قطعوا الكهرباء. ليه؟ عشان الناس تطلع. يعني المخطط فيه شنو اهم حاجه عنصر في المخطط؟ لو كان احنا قعدنا في بيوتنا ما اللي هو انك تخلي بيتك تفضي بيتك، لانه الناس دي قواعدهم كلها دقت، لانه الناس دي لو طلعوا النقعه بيدقوا، لانه الناس دي ما عندهم معسكرات. لازم تفضي بيتك. انت لو ما فضيت بيتك وقعدت في بيوتكم ما كان حصل الكلام ده. ما تقول لي جونا بيت اتشر جوك بيت، ده بيتك. في ناس هذول قاعدين للان والله ما طلعوا ولا خطوه. جون قال لنا ولا اطلعوا بنجي ولا جون ثاني، قاعدين في بيتهم ما بيزالون. ما بيزالوك، ده بيتك. لكن القحاطة عملوا غرف بخوفوا الناس. الإشاعات، عندنا محلات سكن، الناس الجايين من مدني يجونا في بورسودان والقحاطيات كلهم اشتغلت. فضوا مدني دي قبل يومين. التفضية بتاعت مدني قبل يومين دي ضربت مدني من جوا. دي زادت الخلايا النائمة ودخلت الغناصين ودخلت البيوت الفاضية. الاشاعات اللي انطلقت قبل يومين من السقوط وفضوا مدني والناس طلعت والمناظر وتعالوا عندنا بيوت والحق والحق والحق، ده هنا الشغل تم. عشان كذا الناس الدار ترجع الان، ترجع البيوت امنه والمناطق امنه، امن من اول مليون مره. والجنجويد اللي قاعدين ديل اولاد الحله اتبادلوا فيكم، اولاد ماوي اولاد مايو يجيبون لكم الحاج يوسف، اولاد الحاج يوسف يودون مايو. اولاد الصحافه يجيبون جبره، اولاد جبره يودونا. دي شغالين كده، العمل المرتزقه معاهم. لكن ناس جداد كده من برا، ما في جنجويد في نياله في الجنينه. الجنجويد اللي كان في نياله في الجنينه، اسمع الكلام، في نياله. وفيهم مشى ليبيا ناس، محمد عبيد الله بتاع الاستخبارات اللي كان تابع للجيش 2017 وبقى جنجويدي. هذا في الطريق مشى ليبيا. الناس دي اللي انتهوا كملوا. الان دي الناس كيكل والحراميه اللي كانوا في الخرطوم. دي الفاقد الاخلاقي، دي اللي ما عندهم شرف، دي تجار المخدرات، دي تجار السلاح الان. دي طلعوا من السجون. دي القتل المجرمين، دي الفاسدين. دي البيض الفاسد. دي الحقيقه، الناس ترجع الان. ترجع الان. البلد ما فيها حاجه. والله زول تزعلوا وتفتحوا لك، والله شوف الناس قاعده وعايشه وفطور في الشارع وناس بري، والله العظيم ما في حاجه، وقسما بالله بيفطروا في الشارع. والله لا دانا لا هنا، والله بيقعدوا في الشارع بيفطروا. والله العظيم بيفطروا في الشارع. ما في حاجه. الاسحاري ما في حاجه، الطائف ما في حاجه، المنشيه ما، الناس دي بيلملموا الان في العفش. الان شغالين الحراميه.
الان بيتك لسه بخير وفيه عفش، وتعال ارجعوا ارجعوا، الناس الرجال يجربوا، لو لقيت الوضع كويس جيب اهلك الباقي، ما في حاجه. بالعكس رجعتك انت بتحافظ على بيتك، بتحافظ على حاجاتك، بتجيب الامن والامان، بتصوم في بيتك. لكن حتمشي تجاري كل يوم جاري زياده وجاري زياده جاري زياده، يا خالي يا غزه. يعني اللي حصل ده في غزه لو حصل عندنا في السودان كنا جرينا لوين؟ والله كنا وصلنا استراليا. الدقه دقته اسرائيل لغزه دي لو دقوا عندنا في السودان، احنا الديوينه دي الصغيره، الديوينه دي الديوينه الصغيره زي حبه المصاصه دي شردت بيوت. ما بالك الدقه دقوا ديل الشغل اللي شفناه ده بعيننا ده والله المفروض ديل يكونوا يفتحوا لهم طريق، قال لهم تمشي اوروبا ونديكوا، رفضوا قالوا لا ما بنمرك، قال لهم نطلع قالوا ما بنطلع، بس نرجع دورنا، بس دورنا نرجع دورنا دورنا. نحن طريق وين فاتح؟ طريق وين فاتح؟ الحقونا. طريق وين فاتح؟ ها طريق وين فاتح؟ فاتح شنو فاتح؟ ياخذ ارضك، دي ارضك، دي ارضك، ارضك دي ده وطنك يا اخي. هناك لما انت تشوف مناظر زي دي ويزعلوا، يقوم فاقد امه ماتت وبنته ماتت ومرته ماتت و13 منهم ماتت، يزعلوا يقول لك غزه، مش حروح من غزه يا خطلع، الناس بتم وعيلتك كلها يا غزه، اموت هنا في داري. احنا ما عندنا داري، احنا عندنا فكيك، احنا عندنا شرده، عندنا جارين، جري جري، كل زول فاكر عليه رب من الموت. وين موت ده؟ بجيك والله، ما محتاج تسافر ليه بطياره، بجيك في محلك، ما محتاج تركب طياره وتبعد منه، والله لحقك لحقك. شاكل انا بقول لكم والله العظيم، اسمعوا الكلام، ارجعوا بيوتكم والله، ترجع بيتك الانتصار جاء، والحاجات الخبيثه اللي كانت حتتم حتقفلها انت، حتقفل الانتصار انت، حتعمل لتك فيه التام، حتكون ضامن للانتصار انت بقعدتك وجيتك ورجعتك وتقعد في بيتك. ودي الحقيقه يا جماعه، الناس تتعلم وطنيه بس شويه، نفتح كل يوم نفتح ساعه نشوف غزه دي ونقول الحمد لله انه جاتنا كده. غزه دي خلوها رز، طحنوها طحن، شي فوق شي تحت، شي مدافع شي طيران شي اي حاجه اي شيء. والواحد تقول اطلع يقول لك لا ما بطلع، داري انا، داير داري انا، داير داري. احنا ولا جم ولا مشوا، بس مفكرين قالوا ماشيين على الاتجاه، كل ذول العمى شال المكسر، هرح هرح هرح. وين يا جماعه؟ كده عيب والله، كده عيب والله، نحن فشلنا وسقطنا، اقسم بالله كده عيب. الدائر ارجع ارجع، والله كاتب لك ربنا بيحصل، يتوكل على الله، والناس تقول بسم الله الرحمن الرحيم الرجعة. لا دايرين نعمل هاشتاج راجعون، ولا دايرين نعمل هاشتاج باعثون. الدائر ارجع ارجع، اختقوا عقلها وتوكل، لا تعايل، لا تقول جايبوا لك ربنا بيجيك في مصير، هناك ما في موت، ملك الموت ما يجيز، ملك الموت بيجيك والله، يجيك في اي مكان، مشيت السماء. في ناس مشوا من الحرير طلعوا في اسكندريه ولا عندهم اي حاجه، وسكنوا في عماره زي الفل، فندق ما شاء الله تشوفوا قبل يسكنوا فيه تقول الفندق ده ما شاء الله تبارك الله ما يقع عليهم الدين، والله سكنوا فيه وقع الفندق، الجنسيات كلها ما ماتت، ما ماتوا الا السودانيين، ما ماتوا الا السودانيين، كل الناس اللي في الفندق ما ماتوا ولا جاتوا شلخة، ماتوا السودانيين، ده من ربنا سبحانه وتعالى. يعني حتى مش لي برا تقول لي والله الموت ده ما حيجيني ولا شيء، وسي قاعدين حنصوم حنصوم، ده انت صوم رمضان، ارجع بلدك، ارجع الناس اللي حتى النازحين قاعد وين؟ تعال ارجع بيتك، ارجعوا بيوتكم، ارجعوا بيوتكم، احرسوها، ارجعوا بيوتكم، ارجعوا داركم، دي داركم، دارين يهجروك منها يشيلوك منها، دارين يطلعوك من بيتك، دارين يشيلوا منك بيتك، تعال راجع.
تعال راجع ما تبيع. في ناس الآن بيشتروا، في ناس بيشتروا، في ناس بيعرضوا عليك، في ناس بيوصلوك انه خلاص تعال بيعهم. تبيع بتاكلهم ما بتلقاهم، بتاكلوا بتاكل بيتك شهر واحد بتاكله. تعال راجع بيتك اقعد ان شاء الله تاكله طوب، ان شاء الله تاكله زلط، تعال اقعد في بيتك. ان شاء الله تقعد في بيتك، تعال ارجع بيتك اقعد. الناس تفكر بجدية، خلينا من الهاشتاقات وجروبات. ارجع بيتك، ارجع بيتك، في طيارة تموت اموت في بيتك. ارجع بيتك، ما في حاجة بتجيك، ارجع بيتك. بس ده اللي بنقوله لك، ارجع بيتك عشان انتصار يجيك. ما يقول لك والله ما ترجع وانا ما بضمن لك. الضامن الله، الضامن الله الخلقك ده، ما في زول بيضمن لك الحياة غيره، ولا في زول بيضمن لك انك تعيش غيره، ولا في زول بيديك طولة العمر غيره. تعال راجع بيتك. لو دارين تصوموا في بيوتكم ودارين البلد تنتصر ودارين البلد تجي، ارجعوا بيوتكم، ارجعوا بيوتكم واملوها، والناس ترجع والشوارع ترجع، بيتك بيرجع ووطنك بيرجع وبتصوموا. لكن طالما انت مشرد وطالما انت خايف وطالما انت جبان وطالما انت برا وطالما انت حارس، حيتفقوا عليك 100 مرة. لأن الوضع ده بالنسبة لناس وضع مانجا بس حلو، بالنسبة لناس وضع مانجا. الآن أنا ما أخوفك، أقول لك، أقول لك والله في ما في حاجة. جنجويد ما زي زمان، ما في جنجويد ذاته. في أولاد بيعرفوهم بالاسم ده، فلان وفلان ده وفلان ده وفلان، معروفين معروفين. يعني دي ما دار لا 2 3 يا جماعة. هاي الناس ترجع بيوت، الوضع ممتاز، أم درمان مشت خلاص، عبر الأمور فيها طيبة، ماشيين لقدام، المناطق كلها بقت تمام، الوضع ماشي كويس، الناس ترجع بيوتها والقصة انتهت. الله يديكم الصحة والعافية، وبإذن الله تعالى منتصرين، شاء من شاء وأبى من أبى، وبكيفنا والله العظيم بكيفنا، ما بكيف أي رمة. وللمرة الألف يا جماعة للتاريخ، الحاجة اللي حصلت في سواكن دي حاجة حقيقية 100%، حاجة حقيقية 100%. ويا ريت يا ريت لو كانت الحقيقة بس ده أنا قلتها، الحقيقة الثانية تشيب الراس. لكن لكل حدث حدث، بي وقتها بي وقتها. وأنا لو ما أديت كلمة والله زمانك ولا كنت صبرت، كنت من الساعة 3 صباحا كنت قلت لكم. لكن بيجي اليوم اللي بتعرفه وبتعرفوا الكلام ده، وبتعرفوا انه فعلا الوطن كان كيف. احنا صاحيين ومفتحين، عملنا استخبارات شعبية عديل، عملناها عديل رسمي وشعبي، فيها بنات فيها اولاد فيها رجال فيها امهات. الاستخبارات الشعبية دي اي حاجة بترفعها، اي غلط بترفعه، اي جاسوس بترفعه، عشان بيجي يومنا ما نفتح الكتاب ده الزول ذاته استغرب والله العظيم. وما عندنا حل الا نحمي بلدنا، لانه ما فاقدين الثقه في اي زول احنا. عشان كده لازم نعمل استخبارات شعبيه، ولازم الاستخبارات الشعبيه دي حقت الشعب السوداني. الناس اللي بيجيبوا المعلومات دي كلهم والله كلهم وطنيين، شغل وطن، شغل وطن، ما عندهم هم ولا بياخذوا راتب ولا دايرين راتب، بالعكس ولا محتاجين وظيفه، كلهم شغالين لوطن. اللي بيشوف معلومه بيجي يوصلها. اتفاقنا كده انه وطننا ده ما يضيع، وطننا ده ما يضيع، وما في زول بيمشينا زي ما هو داير. الله يديكم الصحه والعافيه، وجمعه مباركه عليكم، سلام عليكم.